أيها المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستقبل المسلمون عاما هجريا جديدا. هذا الاستقبال إنما يقوم على تذكر نعمة الإسلام وعلى الالتزام بالطاعة الكاملة لله، وليس استقبالا ماديا يقوم على معصية أو محادة لله ورسوله. فإن المسلم يستقبل أيام الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والهجرة هي بداية قيام الدولة الإسلامية وانتشار نور الإسلام في الآفاق، وكانت مرحلة فاصلة بين عهدين. فإن المسلمين في العهد المكي قبل الهجرة تحملوا البأساء والشدة، حتى إنهم أكلوا أوراق الأشجار عندما حوصروا في شعب بالجبل مدة 3 سنين. فكانت الهجرة فتحا جديدا، وكانت تحولا كبيرا في مسار الدعوة الإسلامية. نحن اليوم نذكرها أيها المشاهد الكريم لنتذكر كيف وصل الإسلام إلينا عزيزا كريما، وكيف يجب علينا أن نسلمه إلى الأجيال القادمة عزيزا كريما، لأن الإسلام نعمة النعم. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المشاهد الكريم، وقد حدد الإسلام لنا مفهوما جديدا للهجرة، وقدمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فنحن اليوم مطالبون بالهجرة. أي هجرة نطالب بها اليوم؟ الهجرة من مكان إلى مكان انقطعت وانتهت، وإنما نحن اليوم نطالب بالهجرة، هجرة القلب إلى الله عز وجل، وهجرة العقل إلى التفكير والتأمل والبحث في آيات الأنفس والآفاق، وهجرة الجوارح من المعصية إلى الطاعة، وهجرة المجتمع كله إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فنحن في حاجة ماسة إلى أن نفهم الهجرة بهذا المعنى الجديد، حتى نغير ما بأنفسنا، وحتى نكون أهلا لفيوضات الله سبحانه وتعالى، فنعيش في هذه الدنيا سعداء ونلقى الله شهداء. أيها المشاهد الكريم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.